تغيرات مفاجئة وما زالت مستمرة وسريعة في الحالة الجوية بالمغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعينا على قناتنا طقس الفلاح. تحية طيبة للجميع، وتحية طيبة للجميع متابعينا عبر تراب الوطن. إذا مشاهدينا الكرام، فيتوقع بإذن الله خلال هذا المساء والأيام القادمة إن شاء الله سنعطيكم التوقعات القريبة المدى والبعيدة المدى والطقس القوي جدا المسيطر على المملكة وكذلك التقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة بإذن الله. إخواني الكرام، أدعوكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس وعمل لايك، الله يجزيكم بخير باش نستمروا في هذه النوعية ديال الفيديوهات، وشكرا لكم. بالنسبة للتوقعات هذا المساء، يتوقع بعض الرياح النشطة على المناطق الشمال الشرقي وكذلك على مناطق صويرة وأسفي، وصويرة قد تعرف رياح جد قوية قد تصل إلى 60 كيلومتر في الساعة، والواجهة المتوسطة قد تعرف كذلك بعض الرياح النشطة. كما تشاهدون إخواني الكرام، مع سيطرة ما زالت البلوك القوي يسيطر بشكل قوي، وسوف تلاحظون بأن هناك ارتفاع في درجة الحرارة بالنسبة لهذا المساء كما تشاهدون. بالنسبة لاحتمال تساقط الأمطار، فما زالت الأجواء مستقرة إخواني الكرام. بالنسبة لتوقعات يوم الخميس، فيتوقع دخول بعض التساقطات المطرية على أقصى شمال المملكة، وقد تكون أجواء غائمة على هذه المناطق مشاهدينا الكرام، ربما تعرف أجواء غائمة وقد تؤدي بعض التساقطات المطرية في الفترة الصباحية على المناطق التالية. قد تكون تساقطات مطرية محتملة على طنجة وكذلك أصيلة، مناطق العرائش وكذلك للميمونة وشفشاون، قد تصل حتى إيساغون وربما تطوان وسبتة والفنادق والمضيق. قد تعرف بعض التساقطات المطرية المتوقعة خلال يوم الخميس. في الفترة بعد الزوال، يتوقع استمرار الأجواء الغائمة على الدار البيضاء وبن سليمان والرباط، قد تعطي بعض القطرات الضعيفة، والأجواء ربما تكون غائمة تؤدي إلى بعض التساقطات الضعيفة والمتفرقة كذلك على مناطق تاونات وشفشاون ووزدان وإيساقن، مناطق سيدي علا التازي والرباط وسيدي سليمان وربما الدار البيضاء وبرشيد والمناطق المجاورة، أجواء غائمة قد تعطي بعض القطرات الضعيفة. إخواني الكرام، بالنسبة لتوقعات الفترة المسائية، يتوقع أن تعود الأجواء إلى الاستقرار تدريجيا. إخواني الكرام، سنرى إخواني الكرام خلال الأيام أو في هذه التوقعات لتسع أيام إن شاء الله، إذا كان سيبتعد هذا المرتفع فاتح المجال لدخول اضطرابات جوية إن شاء الله بإذن الله في هذه النشرة المباشرة. فهذا البلوك تبعه قيمته 1023 هكتوباسكال، فهذا المرتفع ولما المنخفضات باش يدخلوا الإخوان، باش نعطيكم واحد الفكرة. إن شاء الله نشوفوا في هذا الفيديو هذه 10 أيام اللي غنقدموا لكم واش غادي يبتعد واش غتدخل شي منخفضات. المهم آخر تحديث غادي نقدموه وغادي نشوفوا مع بعض إخواني الكرام، فضروري إخواني الكرام تشوفوا الفيديو إلى النهاية لأن الفيديو مهم للجميع المغاربة صراحة إخواني الكرام. الفترة المسائية إن شاء الله من يوم الجمعة أجواء ما زالت مستقرة. خلال يوم السبت، يتوقع تقدم جبهات أطلسية محملة بتساقطات مطرية، ويتوقع يوم السبت دخول تساقطات مطرية على مناطق الصويرة إن شاء الله والعديد من مناطق المملكة، على مناطق خميس ولاد الحاج وكذلك أزيلال وأكادير بوعشيبة قلعة سراغنة وكامدن وأمزميز، تساقطات مطرية حاضرة على بني ملال وتبانت كذلك إيمنشيل وتنفيد وزوج الشيخ، تساقطات مطرية محتملة كذلك على ميدلت وخنيفرة. يتوقع أن تصبح هذه التساقطات قوية من المستوى البرتقالي والأحمر، خصوصا عواصف رعدية قوية متوقعة على العديد من المناطق المملكة والمناطق المعنية بهذه الصواعق وهذه العواصف والتكونات الرعدية، فهي كورة ممتازة وطة الحاج وإفران وكذلك عاطف ومناطق خنيفرة زوج الشيخ وميدلت وتنفيت وقرامة وكذلك الريش، قد تصل حتى الراشدية وآسول وإيمل شيل وابني ملال، تساقطات رعدية قوية على مناطق تبانت وكذلك قد تصل حتى ابني ملال، قد استرغنا بعض التساقطات المطرية في المناطق المجاورة والإقليم. بالنسبة كذلك لأكادير بوشيبة ومراكش وأوكيمدن وأمزميز وشيشاوة، تعرف تساقطات مطرية محليا ضعيفة، وعلى ورزازات تعرف كذلك تساقطات مطرية ربما كذلك على وجدة والجهة الشرقية. الفترة الليلية سوف تمتد التساقطات لتصل مناطق الراشدية ومرزوقة وكذلك فود، ويتوقع استمراره على مناطق اسول ومناطق تينغير ان شاء الله وتبانت، مناطق ازيلال اكادير بوعشيبه واوكيندن امزميز وورزازات وابني ملال وتومفيت وزوج الشيخ وكذلك ميدلت، تكونت رعديه ستكون في المساء مع احتمال استمرار بعض درجة الحرارة ستكون نسبيا مرتفعة. إخواني الكرام، كذلك تساقطات مطرية قادرة ومحتملة إن شاء الله على مناطق وجدة وبركان وكذلك المناطق المجاورة إن شاء الله كما تشاهدون، وتاوريت وجرادة وطة الحاج وجيجو. بالنسبة لتوقعات يوم الاثنين، أجواء غير مستقرة على المناطق الغربية للمملكة، قد تعطي بعض التساقطات المطرية ربما على مناطق سطات وخريفة وكيكو ميدلت وبني ملال وتبانت وكذلك مراكش، تساقطات مطرية إن شاء الله
الله رعدية متوقعة على هذه المناطق إن شاء الله يوم الاثنين 7 أكتوبر، والمناطق المعنية قد تشهد بعض التساقطات المطرية الرعدية، وما تعرف مناطق وجدة وبركان والناظور، فهذه التوقعات السبعين ما زالت بعيدة المدى وقابلة للتغيير إخواني الكرام. كذلك تساقطت على وجدة إن شاء الله متوقعة بإذن الله، نسأل الله الثبات، وكذلك نسأل الله أن تصل هذه الأمطار وبشكل قوي وبشكل عام يا إخواني الكرام. أمطار متوقعة ويشير نموذج إلى أن تساقطات مطرية مهمة على وجدة، بركان، الناظور، الدريوش، الحسيمة، وساكة، وأكنولة، وتاوريت، وكذلك تازة، وتالا، وفاس، ومناطق عاطف، ومعتركة، وطة الحاج، وسكورة، ممتاز، إفران، ومناطق ميسور، وتساقطات مطرية حاضرة على ميدلتا، وزوج شيخ، خنيفرة، وبن ملال، هارون، زخات، وعادية، العازول، والريش، وغورما، وتساقطات حاضرة على أظلال بن ملال، وتبانج، وأكادير، بوشيبة، وأوكيم. ومن المتوقع أن تكون الأجواء نسبيا غير مستقرة كما تشاهدون. بالنسبة توقعات الأيام القادمة خلال الأوقات البعيدة، فتشير لأجواء ما زالت يا إخواني الكرام تشير لسيطرة المرتفعات الجوية، لكن التوقعات فهي ما زالت بعيدة وقابلة للتغيير. بالنسبة لتراكمات الأمطار المتوقعة، فتشير بعض التراكمات بعض العواصف الرعدية المتوقعة على المرتفعات الأطلس، تغيير قوي وهائل في الحالة الجوية يا إخواني الكرام، الجوية، واحتمال إن شاء الله بأن تكون خيرات مولانا خلال فترة منتصف شهر أكتوبر، فتتبين الحالة الجوية بأكثر تدقيقا وسوف نرى. من المتوقع تراكمات مطرية ستكون متوقعة على مناطق، قد تصل هذه التراكمات إلى أزيد من 20 ملم، يتوقع إن شاء الله كذلك استمرار الأجواء الغير رعد، تصل بعض المناطق كذلك مرتفعات الحوز والشرقية، قد تصل بعض التصاريع توقع قد تصل إلى 30 ملم، على المناطق التالية على ميدلت، وكذلك الريف إملشين، وآسون، أظلال، وكرامة، وتينغير، وكذلك أظلال، وتبانت، وكذلك أكادير، بوعشيبة، وأوكمدن، وأمز ميزو إمنتانو تومور الكرام. ويتوقع بإذن الله أن تشهد هذه المناطق تساقطات مطرية متوقعة يا إخواني الكرام للنموذج الأوروبي، ولما تشير النماذج ما زالت متفقة وتغيرت الحالة الجوية بشكل كبير، لكن التوقعات فهي نسبيا بعيدة. بالنسبة لتوقعات الأيام، بالنسبة للمساء أو الأيام القادمة، سنرى كذلك التحديثات القادمة إن شاء الله، كما تشهد الارتفاع في درجات الحرارة يا إخواني الكرام متوقع هذه الأيام، احتمال تشكل بعض العواصف الرعدية يوم الأحد كما ذكرنا لكم الكرام، وذكرنا لكم المناطق المعنية بهذه العواصف الرعدية، فهي مرتفعات الأطلس، وربما مناطق إيك، وخنيفرة، وبني ملال، تساقطات رعدية كذلك على تبانت، ومناطق ظلال، وإيلويت، وخنيفرة، وتزم، والمان، سكورة، مداد. المناطق اليوم الأحد القادم سوف تعرف تساقطات مطرية رعدية، أما كذلك على قلمي ستكون بعض الأقصارية المتوقعة ضعيفة أحيانا، مع احتمال سيطرة قوية على الجو الأرض، دخول بعض القطرات على أقصى المناطق الشمالية للمملكة، لكن تبدو ضعيفة إخواني الأعزاء مع اقتراب هذا المنخفض الجوي، لكن توقعت فهي ما زالت نسبيا بعيدة وقابلة كبير، لأن عدة منها عموما ارتفاع في درجات الحرارة وتقلبات انقلابات جوية قوية في الحالة الجوية بداية من هذا الأسبوع، ما تشاهد ارتفاع في درجات الحرارة رعدية وتغييرات دخول تساقطات